مصيبه كتهين على حبك لبلادك وبالغيره ديالك والوطنيه ديالك. الله يجازيكم بخير مبقاش ديروا مسافه امان وحافظوا على التباعد الاجتماعي. بامور عاديه كتقدر توقي اعز الناس عندك، كتوقي عائلتك، كتوقي الام ديالك، كتوقي الاب ديالك. حنا كنعرفوا بان معظم الاسر المغربيه عندهم ناس مصابين بامور على راتب مزمنه. هذوك الناس كيكونوا متعبين ما كيخرجوش، انت كتدخل المرض حتى عندهم، انت كتقول بان هاد الناس عزاز عليك وهاد الناس كيبغيك، هاد الناس بانك انت كيبغيوني وكنبغيهم. فما بالك انك تهز المرض من برا وكتدخلو حتى لعند الام وكتدخلو حتى لعند الاب وكتدخلو حتى لعند الجد. انت في نظريتك بانك شخص واعي ولا سيده واعيه، ولكن بعدم ارتداء الكمامه ديالك كتبين بانك، وهذه اكيد وهذه نتيجه ديال انك انت متغير وانسان ما كيبغيش الوطن ديالو وانسان بصالح العباره انك خائن لهذا الوطن. انت كتخرج للشارع العام خاصك تعرف كيفاش كيشوفوا فيك الناس ديال المجتمع، كيشوفوا فيك بانك انسان متخلف، انسان ما عندوش مسؤوليه، انسان ما كيحبش العائله ديالو. بامور عاديه كترجع في نظريه الناس انسان متخلف بعدم ارتداء الكمامه وبعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي. الله يجازيكم بخير الناس اللي كتقدى دابا، وكذلك الناس اللي متواجدين في المحطه الطرقيه، الناس اللي جات كتقدى. الله يخليكم الى ما حافظوا على التباعد الاجتماعي وحافظوا على مسافه الامان. إذن حنا كنتمناو من جميع المواطنات وجميع المواطنين أنهم يتخذوا الأمور بجدية بمسؤولية، لأنها هذه مسؤوليتنا حنا كاملين كمواطنين كمواطنات كمغاربة أحرار. راه لازم عندنا أننا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدة قناة شوف تي في. فقط لأننا لازم عندنا اليوم في هذه اللحظات نشوفوا مع المباشر من أمام المحطة الطرقية بمدينة أزمور الشرطة الوقائية وشرطة احتراز من أمام المحطة الطرقية لمدينة أزمور. كيف ما كتشوفوا السلطات المحلية المجتمع المدني قايمين بحملة تحسيسية كيوعيو من خلالها الساكنة ديال مدينة أزمور ولا الناس اللي الزوار ديال هذه المدينة من أجل أنهم يرتديوا الكمامة، من أجل أنهم ياخذوا الحيطة والحذر، من أجل أنهم يحترموا مسافة ديال التباعد. كيف ما كتشوفوا أعوان السلطة كيحثوا التلاميذ كذلك على ارتداء الكمامة وكاع الناس اللي كيستعملوا هذه المحطة الطرقية. والارتداء الكمامة راه ضروري وإجماعنا كاملين. كنتمنوا من الله عز وجل يرفعنا في الوباء وهذا البلاء ان شاء الله في اقرب الاجال. لازم اننا كاملين نوضعوا اليد في اليد ونتعاونوا كاملين، لان كما سبق قلت لكم بان هذه مسؤوليتنا كاملين، ماشي مسؤوليه شخص واحد ولا جوج الناس، راه مسؤوليتنا كاملين كمغاربه احرار كمواطنين كسكنه مدينه ازمور. راه ملزم علينا جميعا ما نخرجوا من ديورنا ما نفوتوا العتبه ديال الدار الا ولكم على الوجه ديالنا، نحافظوا على مسافه الامان بالاخص حنايا كما كنشوفوا اليوم الثلاث يعني كان رواج كبير، رواج كثير يعني كثير بعدد كبير، وكنشوفوا يعني توافد ديال الناس، التوافد ديال الناس كيجيو كيقتنيو من هاد المنطقه اللي منطقه القامره، كيجيو من جماعات اخرى ومناطق مجاوره ومن عده بلايص قرب الازمور. لهذا الناس هادو ما فيها باس ما يخرجوا من دارهم الا وركموا مع الوجه ديالهم، ما يتفادوا الازدحام، يتفادوا ان الحفظ ان ضروري انهم يحافظوا على التباعد الجسدي ومسافه الامان، وكذلك تعقيم وغسل اليدين راه ضروري وضروري، ولن نغفل على تعقيم وغسل الايدي، لان غسل اليدين راه من الضروريات ووجبنا، وبالاخص اطفال صغار نتفاداو خروج الاطفال الصغار. مازال كنشوفوا الناس مخرجين ولاداتهم صغار هنا كيتقداو بالمنطقه هذه، ولكن راه هذا الشيء كيشكل خطر كبير كبير على صحه ولاداتنا وصحه الاطفال ديالنا، لان الصحه ديال بنقد الحال والطفل يلاه كينمو يلاه الجسد ديالو يلاه كيتقوى، الا خرجنا الطفل بشكل يومي بشكل مستمر ديما كنخرجوا معنا بالاخص للتسويقات ولا للمارشيات والبلايص اللي فيهم الزحامات، غنكونوا يعني عرضنا للصحه ديالو والخطر والصحه ديالو التهديد بانتقال الفيروس هذا. لهذا كننبه جميع كيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في اعوان السلطه حتى هما جنود مجندين من اجل انهم يحثوا الناس على ارتداء الكمامه. اليوم كبار السن هما المانع ديالنا، فارتداء الكمامه اصبح اجباري. الناس كبار الى خرجوا على الصحه ديالهم وما فيها باس ديروا الكمامات ديالهم على الوجه ديالهم راه ضروريين، لان الطفل الصغير المانع ديالو يلاه كتقوى ويلاه كتنشا. لهذا كنتمناو
نقول جميع الاباء وجميع الامهات يكونوا حريصين على الاطفال ديالهم وينبهوهم حول المخاطر اللي كسبت هذا الوباء. اذا مشى المدرسه انهم ما يضوقوش بعضياتهم، ما يبادلوش بعضياتهم بالادوات، ما فيها باس، يديروا الكمامات ويحافظوا على مسافه الامان سواء في الساحه او خارج الساحه او اثناء دخول المدرسه او خروج من المؤسسه. اذا جاوا الدار يبدلوا الملابس ديالهم، يعقموا يديهم، يغسلوا يديهم. راه ارخص حاجه، ارخص حاجه كما كنقولها يومين هو الصابون، راه ما كاين مرخص من الصابون. الانسان ياخذ الصابون. حاولوا اننا فما طبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تي في، راه يد وحدة ما كتصفقش، يد وحدة ما كتصفقش. لازم علينا اننا ناخذوا الحيطة والحذر، لازم علينا اننا نتعاملوا مع الامور بجدية. مشاهدة قناة شوف تي في كاملين تجاوزنا مرحلة خطر، تجاوزنا المحنة هذه. فهاد الحملة التحسيسية اللي قام بها السلطات المحلية على رأسها قائد المقاطعة الحضرية، على قائد المقاطعة الحضرية الثانية، المجتمع المدني، اعوان السلطان، القوات المساعدة، كيفما كتشوفوا كلهم جنود مجندين من اجل انهم يحتوا المواطن على ارتداء الكمامه وعلى مسافه ديال التباعد. السيد القائد رئيس المحققه الاداريه الثانيه ولا اعوان السلطه ولا حتى الناس ولا القوات المساعده ولا رجال الامن في المنطقه هذه بشكل يومي بشكل مستمر من شهر ثلاثه بشكل يومي منذ ظهور تفشي الوباء. حنا كنقولوا نفس الهضره نفس الكلام اللي هي ثلاثه الحوايج ما خاصناش نفوتوهم، هي الكمامه والتباعد الجسدي والتعقيم وغسل اليدين. اذا تبعنا الخطوات تبعنا ثلاثه الشروط هذه غنكونوا عبرنا مرحله الامان، عبرنا بر الامان، وكما كنقولوا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. كنتمنوا من الجميع ناخذ هذه الامور بجديه وبمسؤوليه، لاننا حنا مازال كنشوفوا واحد التهاون كبير من بعض المواطنين الله يسمح لهم، مازال كنشوفوا تهاون كبير والناس كياخذوا الامور بالتسطيه وبالتفليه وباللا مبالاه. كنتمنوا من الجميع هذا مش وقت تفليه، هذا وقت مسؤوليه ووقت جديه ووقت معقول. حيدك الكمامه الله يسكبي خير على وجهك، حيد الكمامه هذاك وخذ كمامه جديده، راه كمامه جديده. كنتمناو من جميع الناس ياخذوا الامور بجديه ومسؤوليه، راه اقل حاجه هي الكمامه. راه الحمد لله راه موجودين في الفرماسينات، موجودين في المحلات التجاريه، عند كاين عند مفهوم في متناول الجميع. الكمامه راه كدير غير درهم، ما فيها باس انسان ياخذ باكيه كاع ديال الكمامات يخرج من داره الا وانه ديركم على وجه ديال الخروج بهزو براسه مرفوعه. حتى حد ما غايقولش كلمه العيب، لان الغرامات والاعتقالات راه بدات في حق الناس اللي كيخالفوا الاوامر كيخالفوا التعليمات. لا بكون احنا كفاعليه المجتمع المدني في شخص جمعيه نوارس ام الرابع للثقافه والامن الاجتماعيه، ولا حتى التعليمات كتوجه السلطات المحليه والعموميه في شخص السيد القائد رئيس المحققه الاداريه الثانيه. فكيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، الناس اللي بادلين مجهود ضحين بوقتهم، المجتمع المدني، فتحيه للمجتمع المدني، تحيه للسلطه المحليه على راسها قائد المقاطعه الحضريه. هذا على الفيروس هذا. ديروا الكمامات ديالكم، ديروا مسافة الأمان. الكمامة راه ضرورية كتحميك وكتحمي غيرك. الكمامة ما كتخليش الواحد يلتقي بعضياتكم. عبروا على الوعي ديالكم، عبروا على الوطنية ديالكم وحبكم لبلادكم. راه مغربنا ومغربنا حنا كاملين محتاجنا في هذه التربية باش نحاربوا هذا الوباء هذا ونستمروا في الحياة الطبيعية في كل من المملكة المغربية. الله يرحم الوالدين، ونسنتوا الإرشادات ديال وزارة الداخلية ووزارة الصحة، الناس خدامين لمصلحتنا ومصلحة الناس كاملين. نديروا الكمامات، نديروا مسافة الأمان، نديروا احتياطات، ما نخرجوش نتقداو، نبعدوا على التجمعات. الله يرحم الوالدين، والكمامة راه كيعاقب عليها القانون، واللي تشد بلا كمامة يتحمل المسؤولية ديالو. كنعاودوا نقولوا كنذكروا أصحاب المقاييس، أصحاب المطاعم، باللي كان قرار جماعي كتنفذوا السلطات المحلية والقوات العمومية. هاد القرار كيمس على 8:30 تكونوا تسدوا المحلات ديالكم. كنعاودوا نذكروا زوار مدينة أزمور، مسافرين بمحطة طرقية لمدينة أزمور، الله يرحم الوالدين، ديروا الكمامات ديالكم. كنعاودوا نذكروا صحاب الكيران، صحاب الطاكسيات، باللي نصحوا الزبائن ديالهم بارتداء الكمامات ومسافة الأمان. كذا نعاودوا نقولوا لكم الناس اللي عرفتها تخدم مدينة أزمور من النواحي ديالها بالمحطة الطرقية ديال مدينة أزمور، باللي يديروا الكمامات ديالهم، يديروا مسافة الأمان، وحتى صحاب السيارات الأجرة سيم في الصغير وسيم في الكبير، ينصحوا الزبائن ديالهم بارتداء الكمامات ومسافة الأمان حفاظا على السلامة ديالهم والسلامة ديال عائلاتهم. راه ممكن تكون غادي في الطاكسي، غادي في الطابيس، غادي في الكار، تقدر تهز الوباء ودي الوليدات، ولكن بالاحتياطات وبالإرشادات ديال وزارة الداخلية ووزارة الصحة وفهمتيهم، راه غدير الاحتياطات ديالك ما غتصابش بهذا الوباء. نتعاونوا كاملين، ديروا اليد في اليد، نعبروا على الوعي ديالنا، على الوطنية ديالنا، ماشي حتى المرضى غادي نفهموا بلي هذا الوباء خطير. فعلا هذا الوباء راه خطير، كان كيتسارق الدول الأوروبية اليوم تيتسارق بلادنا وكيقتل خوتنا الغاربة. الله يرحم الوالدين، راه كما تنسمعوا الوفيات غير واحد جوج ثلاثة،
كنا تنتخلعوا، اليوم راه ولينا تنسمعوا 70 60 في النهار. الله يرحم الوالدين اللي التزموا بالارشادات ديال وزاره الداخليه وزارة الصحة. هاد الناس اللي كتشوفوهم من السلطات المحلية والقوات العمومية من رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، وكتشوفوهم غامرين حتى هما عندهم عائلاتهم، حتى هما عندهم نفوسهم، حتى هما عندهم وليداتهم تيخافوا عليهم. نتعاونوا كاملين، نديروا إرشادات، نلتزموا بمسافة أمان، نلتزموا بالكمامات ديالنا، نعقموا يدينا، نبدلوا الكمامات، نعبروا على الوعي ديالنا. كنعاودو نشكرو السيد قائد الملحقة الإدارية الثانية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة على هذه المجهودات الجبارة تجاه المواطنين خدمة للوطن تحت راية الملك محمد الثالث الله ينصرو ويحفظو لينا. نتعاونو كاملين، التزمو كاملين بالإرشادات، نتصنتو كاملين مسافة الأمان، الكمامات راه كتحميك بعد عن التجمعات. كنعاودو نذكرو صحاب المقاهي اللي ممنوع نقل مباراة كرة القدم، واللي حصل في حقه باللي نقل مباراة كرة القدم راه غتسحب الرخصة ديالو وتحمل المسؤولية ديالو. كنعاود نذكرو المسافرين ديال مدينة أزمور، الناس اللي جاية من نواحي ديال مدينة أزمور، المحطة الطرقية ديال مدينة أزمور كترحب بكم، وكنقولو لكم باللي ديروا الكمامات ديالكم، ديروا مسافة الأمان. كنعاود نذكرو السائقين ديال سيارات الأجرة، السن الصغير والسن الكبير، ديروا الكمامات ديالكم، ونصحوا الزبائن ديالكم بارتداء الكمامات ومسافة الأمان. وتحية لهاد الناس هادو اللي كتشوفوهم اللي دايرين الحملات التحسيسية اليومية في الشمس في الشتاء حفاظا على السلامة ديالكم والسلامة ديال عائلاتكم. المواطنين ساكنة مدينة أزمور، استعملوا الكمامات راه ضرورية. الكمامة ما تخليش المرض ينتقل بعديتكم، ديروا الكمامات ديالكم من أجل السلامة ديالكم والسلامة ديال العزيزين عليكم. بلادنا محتاجانا في هاد الظرفية، خاصنا نتعاونو ونديرو لو تفريط باش نحاصرو هاد الوباء الخطير، هاد الوباء اللي كيتكاثر بلادنا وكيقتل خوتنا المغاربة. رجاء من المواطنين، الناس اللي كتقدم من المحطة ومن المقامرة، الله يرحم الوالدين، استعملو الكمامات ديالكم، راه الكمامة راه وسيلة للحماية وكعاقب للقانون. راكم سمعو عدد الوفيات 70 80، مبغيناش نوليو نسمعو 100 وفيات. الله يرحم الوالدين، ديروا الكمامات ديالنا، راه بسبب التشاور ديالنا كنطيحوا في واحد الحالات ديال الاصابات كثيره. الله يرحم الوالدين. رجاء من المواطنين، المواطنات، الناس اللي كتقدم في الشارع العيان وفي القمره، تعاونوا معنا وديروا لي تفريط باش نحاصروا هاد الوباء اللي كتكادر بلادنا وكيقتل خوتنا المغاربه. راه هاد الوباء كنا كنضحكوا عليه في الدول الاوروبيه واليوم عايش في بلادنا وكيقتل خوتنا المغاربه. الله يرحم الوالدين، المواطنين، استعملوا الكمامات ديالكم، عملوا التدابير الوقائية لوصلاتكم بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، راه الناس خدامين من أجل الدنا ومن أجل الناس كاملين. الله يرحم الوالدين، ديروا الكمامات ديالكم، ديروا مسافة الأمان، مسافة الأمان راه ضرورية، والكمامات هي ضرورية. هذا نداء من طفل صغير، الأخ زكريا عن جمعية نوارس وجمعية خير، اللي كيحاول يوصل واحد الميساج توعوي لجميع ساكنة أزمور، اللي هو نداء من السيد قائد الملحقة الإدارية الثانية لجميع ساكنة أزمور بصفة عامة، وبخصوص الناس اللي كتقطع هنا في شارع العيون وفي شارع القمرة. الله يجزيكم بخير، تحملوا كاملين شوية ديال المسؤولية، كيف ما كنعرفوا كاملين البنات مازال كتعيش في حالة ديال الطوارئ، كيف ما كنعرفوا كاملين أننا مازال كنعيشوا في هذه الجائحة، وكنعرفوا كاملين هذه الجائحة أشنو مسبة لينا، وعشنا كاملين أيام الحجر الصحي اللي ما بغيناش نرجعوا لها. داكشي علاش كتكون حملات تحسيسيه يوميه بالليل وبالنهار، هذه من طرف السيد قائد الملحقه الاداريه الثانيه لتحسيس بهذا الفيروس ديال كورونا. هادشي علاش الله يجازيكم بخير، بغيناكم تحملوا معنا شويه ديال المسؤوليه وتحسوا شويه بالوطنيه ديالكم، ويكون عندكم شويه ديال الماء وتلتزموا معنا، تلتزموا معنا. لان معنا واحد الاخت غادي باغا توجه واحد التعليمات ونصائح للناس حول الفيروس هذا وحول الالتزام بارتداء الكمامات. شنو رايها في هذه الحمله التحسيسيه؟ شنو رايك في الحمله اللي كنديروا يوميا، يعني مش شرط حنا كنشوفوا يوميا هنا في هذه المنطقه ديال القامره، وبغيناك واحد التوجيهات ونصائح توجيه للمواطنين اللي مازال كياخذوا الامور بالضحك وبالتفليه وكيقولوا هذا المرض ما كاينش. السلام عليكم، انا كمواطنه مغربيه كنعتز بهاد الانشطه اللي كديروا توعوية الناس، لأن الناس ما حاسينش بالخطر ديال هذا المرض اللي هو خطر، اللي هو يحدث بالعالم بأكمله ماشي غير المغرب، أن ممكن الناس أنهم يكذبوا هذا المرض إلا كان فقط في المغرب، يقولوا مثلا علاش غير المغرب اللي فيه المرض وما فيش العالم كامل،
انا هاد المرض عالمي يحدق بالخطر، الكره الارضيه كامله كتناشف بهذا المرض. يعني الانسان ما خصوش يكذب هذا المرض، ممكن يكذبوا الا كان وقف في المغرب يقول ان العاشق المغرب اللي فيه هذا المرض، ولكن هذا المرض راه خطر يهدد حياه المواطنين والمواطنين. رساله اخيره للناس، رساله اخيره يا هاد الناس، وعاوا بان هذا المرض راه كاين، والتزموا بالشروط السلامه، وكنتمنى من المواطنين يتعاونوا مع بعضياتهم باش ما امكن اننا نتخلصوا من المرض ان شاء الله، وديروا الكمامات ديالكم، وما تنساوش تغسلوا يديكم بالصابون وبالمعطر دائما، ونتمنى من الله ان شاء الله يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله، ويحفظ لنا الصحه ديال جميع الناس في مكان وفي بقاع العالم. وشكرا. شكرا اختي، شكرا للنصائح ديالك، شكرا بزاف. شكرا، كان هذا نداء من احدى المواطنات الازمويات، شكرا على هذا النداء التحسيسي. وكما كنعاودو نفكركم كيفما مولفين ديما، الله يجازيكم بخير ساكنة مدينة أزمور، وبالخصوص الناس اللي كتقدم شارع العيون وفي القناة. إذا مشاهدة قناة شوف تي في، غادي نختموا هذه الحملة التحسيسية، هذا اللايف هذا عفوا، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر. إلى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. يوم على يوم بالخصوص.